طيب الناس اتكلمت ازاي على السوشيال ميديا بالتحديد من خلال الحسابات الرسميه لبعض المواقع بخصوص مباراه اليوم ما بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا في بطوله الدوري. نبتدي بحساب في الجول واللي توقع تشكيل الاهلي لهذه المباراه واللي قال هيكون في حراس المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع اكرم توفيق، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، في خط الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه ومحمود كهربا، اما في الهجوم محمد شريف المتالق. كمان نروح لحساب اخر وهو حساب الاهرام على تويتر واللي بيقولوا التشكيل ايضا المتوقع للنادي الاهلي، بس هو التشكيل بتاعهم مختلف شويه على في الجول، وقالوا هيكون موجود في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم ومحمد هاني، في خط الوسط اليو ديانج، عمرو السولية، كهربا، قفشه، حسين الشحات اللي بيتالق بشكل ملفت في الحقيقه، حسين الشحات ما شاء الله، وفي خط الهجوم محمد شريف. ده بخصوص كمان التشكيل المتوقع من خلال الحساب الرسمي للأهرام على تويتر. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من داخل ملعب أو استاد الأهلي والسلامة عشان يقول لنا كل الكواليس اللي بتتعلق باستضافة مباراة اليوم. يا فاروق مساء الخير. كل التحية ليك يا أمير وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من استاد الأهلي والسلام وأحداث مباراة الجولة 23، اللقاء اللي بيجمع ما بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا. عايز أقول لك إن مجهود كبير جدا بتبذله يعني إدارة شركة استادات الوطنية في هذا اللقاء وفي ملعب الأهلي والسلام، وده طبعا اللي بنقول عليه التعاون المثمر اللي ما بيجمع ما بين شركة استادات الوطنية والنادي الأهلي، وتجهيزات بتتم داخل أرض ملعب الأهلي السلام علشان يقربنا من الصوره ويحطنا في الصوره بشكل يعني اكبر وشكل اعمق. انا بينضم لي في هذه الاثناء الدكتور شريف شديد المدير التنفيذي للاستاد الاهلي والسلام. دكتور شريف برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ومجهود كبير جدا بتبذله شركه استادات الوطنيه في ملعب الاهلي والسلام، وهو يعني جزء من اجزاء كبيره جدا تقع تحت يعني قياده شركه استادات الوطنيه. حطنا في الصوره وقربنا على اخر استعدادات شركه الاستاد الاهلي والسلام لاستضافه اللقاء الاهلي وسيراميكا كليوباترا. متشكرين يا فاروق على المقدمه الحلوه ديت، واحنا عندنا هنا سيستم ماشيين عليه. تم عرض الامر كله على اداره شركه استادات الوطنيه المهندس سيف الوزير الرئيس مجلس الاداره، وسياده العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الاداره، بكيفيه التجهيز للمباريات. احنا عندنا جميع المباريات سواء النادي الاهلي او اي فريق تاني، الانتاج الحربي، وادي دجله، اي مباراه بتستضيفها استاد الاهلي والسلام، كلها بتقع تحت نظام واحد. احنا بنشتغل عن طريق جدول زمني لجميع المباريات. قبل الماتش بيوم بيحصل اجتماع لجميع الطاقم اللي بيشتغل معايا، وبنراجع كل المشاكل اللي عندنا، بنراجع كل البنود اللي بنشتغل عليها، وبننهي الاجتماع بان كل واحد بيشوف وضعه ايه وبيشوف مركزه فين. يوم الماتش بيبقى هو ده اليوم الحاسم، ان احنا بنعمل اجتماع برضه الصبحيه، بنراجع كل الجدول الزمني عندي. جدول الزمني عندي ارض الملعب، عندي الاضاءه بتاعه الملعب، عندي غرف اللعيبه، عندي تجهيزات الاسعاف، عندي تجهيزات الاحترازيه، عندي المقصوره الرئيسيه، عندي الضيافه، عندي يعني اوجه كتيره، انشطه كتيره قوي بنستعملها. النهارده خلينا نتكلم على اهم نقطه هي ارض الملعب. ارض الملعب في تعاون بيننا وبين مستر موسيماني على النجيله وعلى طول النجيله وعلى كيفيه الري والرش، طبعا تعليماته كلها بتنفذ، والحمد لله هو يعني سعيد جدا بارض الملعب عندنا. مستوى الصيانه في الملعب والاسمده والتجهيزات على اعلى مستوى يوم الماتش. بيجي مستر موسيماني بيشوف الارض قبل المباراه وبيدي الاوكي عليها، وفي نظام للرش اذا كان هو عايز يرش قبل الماتش بقد ايه، بنرش الملعب. بالنسبه لغرف اللعيبه الصبحيه بيحصل تجهيز ليها كامل، بتحصل عمليه نظافه مرتين، بعد كده بنعمل الاجراءات الاحترازيه، بنرش كل الاوض وبنعقمها علشان طبعا الكورونا، وبنقفل الاوض بتاعتنا وبنحط عليها ليبل بان الاوض دي تم تعقيمها وما بتفتحش الا بوصول الفرق او الاداريين بتوع الفرق.
وده البند بالنسبة لي المهم اللي هو أرض الملعب وغرف اللعيبة. عندنا بعد كده الإضاءة، وعندنا استقبال الضيوف، وعندنا الفي آي بي، وعندنا المقصورة الرئيسية، وعندنا التجهيزات الخاصة بالإسعاف وتجهيزات الملعب والصحفيين وأماكن الصحفيين واستقبال الضيوف بتوع الفرقتين حسب قرار وزارة الداخلية 25 من كل فريق، وصحفيين لا يزيدوا عن 45. والحمد لله احنا ملتزمين بكل هذه القرارات، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون كلنا بنساعد بعض عشان نطلع بأحسن صورة ممكنة لمباريات النادي الأهلي وجميع المباريات اللي بتلعب على استاد الأهلي والسلام. عايز اتكلم على في استعداد بتتم يوم المباراه، في استعداد بتتم عقب المباراه، هل بيبدا يعني بعد نهايه المباراه في استعدادات، في صيانه بتتم من عقب نهايه المباراه، ولا بتستنوا لتاني يوم؟ لا، عقب نهايه المباراه في عندي شقين، يا اما ارض الملعب لازم على طول يخش عليها المهندسين ونرش الملعب ونظبط اي حاجه حصلت فيها في اثناء المباراه. تاني حاجة لازم نعقم كل غرف اللعيبة ونعقم قاعة المؤتمرات الرئيسية والممرات الرئيسية اللي حصل فيها اختلاط، وبيحصل مراجعة لمنطقة المقصورة الرئيسية إذا كان في أي حاجة حصلت في المقصورة الرئيسية دي، الأماكن اللي بيكون فيها متواجد فيها الناس يعني. تاني يوم بيحصل بقى عمليات النظافة كاملة، وشركة النظافة المسؤولة عن الاستاد بتعمل عمليات نظافة و إلقاء المخلفات بره الاستاد وتعقيم تاني مرة وقفل الغرف والتتميم عليها وكل ده. بشكر حضرتك يا دكتور واتمنى لك التوفيق دايما، ودايما يبقى استاد الأهلي والسلام احد الصروح العملاقة في مصرنا الحبيبة. الف شكر ليك يا استاذ فاروق، واحنا دايما بنحاول ان احنا يعني نأدي واجبنا على اكمل وجه ونرضي جميع الفرق والنادي الأهلي طبعا بالذات، وبشكر الإدارة عندي انها دايما سامحالي ومدياني المساحة ان احنا بنعمل كل الشغل ده بارتياح. ألف شكر لي. زميلي العزيز أمير، زي ما سمعت هي كتيبة عمل على مدار 24 ساعة هنا في استاد الأهلي والسلام علشان نشوف المنظر والاستاد بهذا الشكل. عايز أختم معاك يا أمير بانفراد من خلالك ومن خلال قناة النادي الأهلي بتشكيل فريق سيراميكا لهذا اللقاء، الكابتن هيثم شعبان المدير الفني، يعني أقول لك التشكيل اللي هيلعب بيه هذا اللقاء يكون مكون من عامر في حراسة المرمى، قدامه اثنين مساكين خالد صبحي وعبد الله محمود، في اليمين رجب بكار، في الشمال أحمد محسن، اثنين في قلب دايرة المنتصف رجب عمران وكوامي بونسوا، قدامهم ثلاثة محمد إبراهيم، ميدو جابر، أحمد غنيم، ورأس الحربة هو أحمد ياسر ريان. ده كان تشكيل يعني التشكيل المتوقع أو التشكيل اللي يعني الفريق سيراميكا كان فراد لينا من خلال برنامج الترند. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز أمير هشام. أنا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا فاروق صلاح زميلنا المجتهد في الحقيقة والمميز ومراسل قناة النادي الأهلي اللي كان معانا من داخل استاد الأهلي والسلام، واللي قال لنا تشكيل سيراميكا الرسمي، واللي كمان عمل لقاء غاية في الأهمية بشوفه في الحقيقة مع دكتور شريف شديد مدير استاد الأهلي والسلام، والتطرق للتعاون المميز والمثمر ما بين شركة استادات الوطنية مع النادي الأهلي، ومجهود كبير جدا بيبذل في الحقيقه. والجميل في الموضوع ان انت لما تيجي تشوف اللقطات اللي تم عرضها بخصوص يعني الغرف ومداخل الملعب وكل هذه الامور، طالما الملعب بتاع النادي الاهلي فبالتالي انت لازم تحس بهويه النادي الاهلي، بشخصيه النادي الاهلي، وده اللي احنا بنشوفه بصراحه. يعني سواء بتشوف القاب زي بشكر بيبو طبعا جاب اللقطات على طول اهو، سواء بتشوف مثلا تاريخ النادي الاهلي كالقاب، جاب كام بطوله في دوري ابطال افريقيا، في الدوري المصري، مش عارف ايه، تشوف صور للعيبه، لعيبه النادي الاهلي، الغرف كلها يعني باللون الاحمر والمداخل باللون الاحمر، وده اللي بنشوفه على غرار في الملاعب الكبيره في اوروبا. يعني انت مثلا بحكم متابعتنا المكثفه لمحمد صلاح نجمنا المصري، فبتيجي تبص على ليفربول والصور اللي بينزلوها على حساباتهم الرسميه، بتشوف صور مثلا لمحمد صلاح لساديو ماني وهم داخلين الانفيلد، فبتشوف صور ليهم محطوطه اصلا على الحيطه ونجوم ليفربول التاريخيين. فده شغل اكثر من رائع في الحقيقه من خلال شركه استادات الوطنيه ومن خلال اداره ملعب استاد الأهلي والسلام، وحاجة يشكروا عليها بالمناسبة. طيب ده كان فيما يتعلق بكل كواليس الملعب قبل استضافة مباراة اليوم، مباراة غاية في الأهمية، نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في الماتش النهاردة، 3 نقاط جديدة في مشواره في بطولة الدوري.
الصعب جدا السنه دي، فبالتالي البطوله هيبقى ليها مذاق مختلف عن بعض البطولات اللي كنا بناخدها بمنتهى الاريحيه، وده بسبب المنافسه القويه مع نادي الزمالك النادي المحترم والكبير. النهارده سؤال الحلقه كان بيقول ايه توقعاتكم لنتيجه مباراه اليوم امام سيراميكا، وكمان مين ممكن يحرز الاهداف. فخلينا ناخد تفاعل حضراتكم من خلال الصفحات الرسميه للنادي او لقناه النادي الاهلي على السوشيال ميديا. نبتدي ب محمد محمود وقال فوز الاهلي 3-0 ان شاء الله وتعثر للزمالك. ماشي، اكيد كل جمهور النادي الاهلي بيتمنى تعثر نادي الزمالك، وفي المقابل نادي الزمالك بحكم الافضليه اللي موجوده للنادي الاهلي جماهيره بتتمنى التعثر بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله ده ما يحصلش. نروح لطارق المصري واللي بيقول باذن الله الاهلي يكسب 2-0. نروح كمان لاحمد جمال واللي قال 3-0 للاهلي ان شاء الله، كهربا والشحات وشريف. بصراحه كهربا بيستعيد مستواه بشكل تدريجي، الشحات استعاد خلاص مستواه، شريف بيتألق وبيستمر في تألقه، وهداف الدوري برصيد 17 هدف، وده عدد كبير جدا ومميز في الحقيقه في موسم واحد. تعالى نروح كمان لعمر الكاشف واللي قال 3-0 ان شاء الله الفولت هيسجل هدفين والافندي هدف، وقصده الفولت اللي هو كهربا والافندي اللي هو محمد شريف. ناخد اخر تعليق معانا وده من خلال حماده حبيب واللي قال 3-0 الاهلي ان شاء الله باذن الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي يقدر يسعد جماهيره من خلال انتصار مهم ومميز النهارده في اطار المنافسه القويه جدا على بطوله الدوري، ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين، وان شاء الله يفرحونا من خلال نتيجه النهارده تكون مهمه في بدايه مشوار الحسم لبطوله الدوري. ده كان تفاعل حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد باذن الله تعالى في حلقة جديدة من نفس البرنامج إن شاء الله نبارك فيها البعض بثلاث نقاط جديدة للنادي الأهلي في مشواره بطولة الدوري. إلى اللقاء.